زميك دير لاباس؟ اليوم اخر نهار ديال لي فاكونس والحد، واليوم كنت معاكم واحد الاكله اللي مازال كتعجبو بزاف، وسوقتو مع اليوم الحد كديرو غديوات خفيفه، وسوقتو مع كيس الصاد. يا ربي ترحمنا وتصب الشتا. هي غطا بالبطاطا والكفته. غنحتاجو بطاطا، عشرة البطاطا مويان مقطعين بحال هكا، ربعة الكفتة، بصلة مشلدة، والربع نحتاجو البطاطا والكفتة واللقامة. بوغ لي زيبيس نحتاجو الملحة، تحميرة، سكينجبير، بزار، كمون، وتوما بودغ. انا وخويا كاع ما كنبغيو لا صوص بيشاميل، وكنديروا لا صوص بيض والحليب. تنوريك كيفاش. وما ننساوش الزيت والبطاطا، وحيت البطاطا كثيره نديروها في الكوكوط صغيره. غلا الماء واحد شويه، عن نكبوا البطاطا فيها، عندنا البطاطا تسلق، وعن نطيبوا الكفته في الكاسرونة. الكاسرونة كنديرو فيها شوية الزيت طويلة، كنشعلو عليها البوطة. غنبدلو البلاصة البطاطا باش مديرهمش، غنخدم معلقة ديال العود، ونا ندوروها. ملي كتبدا تحمر البصلة كنزيدو عليها الكفتة. كنحركوها، كنخلطوها هي والبصلة، كتبدا طيب كنديرو عليها لزيبيس، كناخدو معلقة صغيرة، كناخدو ملحة، كنديرو نكبوها. البزار، كنكبو، كناخدو السكينجبير، كناخدو التحميرة، وما نساوش معلقة صغيرة ديال التومة بودر. ونحركوها، وزدت واحد شوية تحميرة باش تعطيني اللوية، وزدت لنا الكفتة. دابا اجي نوجدو لاصوص ونزيدو البيض التالتة. كنكبو حليب،
وكنجبدو فول. كنحركوها، وملي كنحركوها كنزيد عليها الملح والثومة بودر. كنحطوهم وكناخدو الملحة، ناخدو شوية الملحة كنخلطوها. ودابا لاصوص ديالنا ولا وجد، لاصوص ديالنا وجدات، ودابا بقا لينا غنوجدوها. كتوجد بطاطا كنديرو فيها الربيع، لازم وكناخدو شوية الملحة وكناخدو شوية الكمون. كناخدو معلقة كبيرة كنخلطو. ناخذ المول شوية الزيت في المول باش ما يحرقش لينا. نبداو نخويو في البطاطا ونديرو نص ديال الكمية تقريبا، وكنسرحوها مزيان. من بعد كنخوي عليها الكفته، كنسرحها مزيان كالطبقه الثانيه. هاد الكراطان ساهل بزاف وبنين بنين بزاف، عاد الريحه اللي كتشم دابا زوينه وواعره. ودابا كنزيدو البطاطا كلها اللي بقات، ونسرحو حتى هي الطبقه الثالثه. اسمع اخويا ناس عيفيق يقول لي واو خويا تي زوين صافي، هاي فراح ياكل ويلي عجباتك، يقول لي اه ويصبر لي دائما. ودابا نزيدو على هاد لاصوص اللي كتعجبني انا وخويا. نسيت ما قلتش لكم غنديرو الموتزاريلا، تقدروا ديروا موتزاريلا فرماج كاغي فرماج حمار اللي عندكم. المهم انا كنبغي ندير داكشي اللي كيعجب مازن وانا. نخدم الفران واحد شويه، ندير انا ندير 200 درجه، وباش يطيب ندير 30 وندير 35 باش هالله باش هالله يسخن. وهنا ندير الفوق والتحت. باقي كاع ما طاب شويه. سيو ات 30 مينيت. ودابا الكغاطا ديالنا وجد. اوه
لا واعر بزاف. واو دابا نطلب ماما تقطع لي شويه. صراحة زوين الكغاطان بزاف، كيعجبني انا وخويا. الكغاطان زوين. هنايا ماما وجدت لي تكتوكة وانا كتعجبني بزاف، ولكن المهم هي ندوقو الكغاطان. لا واعر بزاف، نسيتي با انكم جربوا الكغاطان حيت واعر بزاف. جربوه واعر بمكونات بسيطه، تقدر توجد لينا غديوه زوينه. نوبلي با لايك اي سبسكرايب، لايك 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 بوكو، شجعوني بزاف سي توبلي. اوغوفار.